ادعم المجلس الانتقالي في النيجر فرنسا بحشد قواتها ومعداتها الحربية في عدة بلدان مجاورة في غرب إفريقيا، وذلك استعدادا للتدخل العسكري. قال الناطق باسم مجلس أن باريس نشرت طائرات عسكرية ومروحيات و40 مدرعة في عدد من بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أكواس، وذلك في إطار استعدادات لشن عدوان على النيجر تخطط له بتعاون مع هذه المجموعة.